معكم اليوم هنايا واحد النهار اللي فريمون نهار عيد. عيد علاش؟ ان هذا العيد جا من واحد الفكره ديال انجيليك اللي هما استدعونا وهضرنا على المفهوم ديال المباراه هذه وسخوناه بالترحاب، وخا الطلبه عندنا كانوا في مده امتحانات وهذا، دونك شويه عليهم شويه. كان حنا فتحنا لائحه تماما بزنا على حد باش يجي يتقيد، باش غدا وبعد يقول لك لا درت هذا وفهمتي وصدق في المشاكل، لا درت الكونكور وانا سقطت وهذا. دونك حنا الناس اللي بغاو يخدموا قيدوا سميتهم، بين هذا تقيدوا شي 27 ولا 28 جاو 22، اذا كهذا نتيجه مهمه جدا. علاش؟ لانه واحد لا فيزيون واحد الالتحام واللحام بين ما هو صناعي وما هو ثقافي فني تشكيلي. دونك فني تشكيلي علاش؟ نقص الطلبه ديالنا حتى هما يخرجوا للمحيط ديالهم البيئي ويشوفوا الحوجات كي داروا كي تخدموا هذا. مشاو للمصنع شافوا داك الشيء وجاوا بافكار جديده وعطاوهم انجليك الماتيريال وخدموا، وكما شفتوا الاعمال ديالهم هنايا وكلهم كانوا فرحانين. علاش؟ لان خدموا بشكل اخر بمنهجيه اخرى. دون هذا الفضل كيرجع للمدرسة واللي هي تحت الوصاية ديال مجلس المدينة اللي هي كتشجعنا باش نشارك في هذه المبادرات هادو. وكنشكروا الجميع وتبارك الله عليكم، وشكرا لإنجيليك اللي عطاتنا ما هو نور وما هو حياة، لأن الحياة نور بعد الماء. اليوم انجليك تستعد الاحتفال بالخمسينيه ديالها، 50 عام، في اطار تشجيع المواهب وتشجيع المدارس. مؤخرا كنا اون كري ان سونتر دو فورماسيون تكنيك، مي بغينا نديروا واحد الالتفاته لهاد الشبان باش نخرجوا من الميدان التقني للميدان الابداعي. دونك هذه هي الفكره اللي جات باش ننظموا هذا بشراكه مع مدرسه فنون جميله هذه المسابقه. سعداء، والفوز هذا كنعطيه يعني كنهدي العائلات الصغيره والكبيره والاساتذه ديالنا والمدرسه ككل، فبفضل المجهودات ديالهم في التاطير وفي التعاون معنا باش اننا نطوروا المهارات ديالنا. وهاد الفرصه هذه فتحت لنا افاق اننا نعاودوا يعني نفكروا ان نبرودوي دي زوفر دار ديالنا بمجموعه من الوسائل الاخرى وما بقاوش محدودين، واننا يعني نتمنوا مثلا، لان الاساسي في هذه المباراه هذه دارت تحت شعار الفن والتكنولوجيا. فرحانه بزاف حيتاش كنت باغمي لي غانيون. كنشكر لي زونكادرون اللي كانوا معانا، يعني انكادراونا مزيان لو بروميي جور حتى لدابا. وبحال هاد لي كونكور كيعطيو فرصه لي زيتيديون باش انهم يبينوا القدرات ديالهم. Je suis ravie d'être une des gagnantes des participants de ce concours-là et je remercie énormément les encadrants qui nous ont encadrés pendant toute cette période parce que grâce à eux qu'on a gagné cette compétition. Merci.